هذا الملتقى حول الطاقة هو ملتقى نوعي، نوعي لأنه يجمع نخبة كل النخب أو كل أصحاب القرار المهتمين بالمجال ديال الطاقة لمناقشة أفاق المستقبل. كما لاحظتم هناك الطاقات المتجددة، هناك الغاز، هناك الشراكة الإفريقية، هناك موضوع أيضا تقنين وضبط هذا الموضوع ديال الطاقة باش يمكن لها بكل قطاع يتطور ولكن بطريقة مقننة وبطريقة منظمة. يحضر في هذا الملتقى كافة المتدخلين كتلاحظوا بالإضافة إلى الضيوف الأفارقة، ولكن ملي كناخذوا الحضور المغربي والحضور الإفريقي حتى الحضور الدولي كيجيو مؤسسات تمويل اللي مهتمة بالاستثمار، كيجيو شركات دولية وشركات إفريقية ومغربية، كيحضروا الناس اللي في اللي على مستوى البرلمان، وهذا شيء مهم لأنه كاين برلمانيين يحضرون لهذا الحول لأن هناك كثير من التشريعات تتعلق بالطاقة. يحضر جميع الشركات العمومية والخاصة المعنية بإنتاج الطاقة سواء بإنتاج الكهرباء إلى غير ذلك، ثم أيضا حضور وازن للباحثين في المجال ديال الطاقة. فإذا لمدة هذه الأيام غادي تناقش التجربة المغربية، ولكن أيضا سيناقش أيضا تحديات وتطورات اللي كتعرفها إفريقيا، سيناقش أيضا تحديات اللي كتعرفها التكنولوجيا في المجال الطاقي. وأنا يمكن لي نقول لك أهم رسالة هو كيفاش نطور الطاقة باش نستجبوا للطلب ونخفوا الضغط على البيئة، ولكن أيضا كيفاش هذه الطاقة تخلق لنا فرص ديال الشغل، تخلق لنا صناعات طاقية اللي إن شاء الله تكون مفيدة بالنسبة للاقتصاد الإفريقي.